بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. اقرأ الأسئلة اللي معك. السائل يسأل الشيخ يقول: هل يجوز لي وأنا في بلاد الغرب أن أوكل من ينوب عني في ذبح الأضحى في المملكة وأنا في الخارج؟ لا بأس بذلك، يجوز أنك توكل من يذبح الأضحية عنك في المملكة، ولكن كونك تذبحها في منزلك وعند أولادك هذا أفضل. كونك تذبحها في منزلك وعند أولادك هذا أفضل. نعم. قضية الشيخ بالنسبة للتأمين، أنت تقول أنه حرام. نعم. ولكن في أمريكا إجباري أنك تأمن على سيارتك. ها؟ في الغرب إيه؟ التأمين عملية إجبارية. إجباري. الإجباري تدفعه، لكن عندما تسحب ما تأخذ إلا قدر ما دفعت. الحلال كان أنت دافع فقط ولا تأخذ زيادة عليه. نعم. بس لا تستطيع أنك تأخذ حقك، أنت تدفع التأمين بشكل سنوي. ها؟ ولكن ربما تستفيد وربما لا تستفيد من التأمين. أقول ما تستفيد، تأخذ قدر ما دفعت، هذا اللي يحل لك، وما زاد فهو ما يجوز. نعم. فإذا أجبروك على تأمين السيارة مثلا، أجبروك ما يبيعون عليك السيارة إلا دافع تأمين، ادفع التأمين لكن لا تطالب به، لا تطالب به. إذا اختلت السيارة أنت صلحها من مالك، وإن طالبت خذ قدر ما دفعت فقط. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي سؤال. نعم. لو ظهر الشيب في الشعر يعني قبل سن نقول 30 أو نعم يعني في غير وقته، هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ لا، يصبغه بغير السواد، يصبغه باللون الأصفر، باللون الأحمر، باللون اللي بين السواد وبين الحمرة، يعني السواد غير خالص ما يخالف، أما السواد الخالص لا يجوز صبغ الشيب بالسواد. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، جنبوه السواد. نعم. حتى لو كان في سن وهو صغير يعني ربما ناتج عن مرض الشيب، سواء في صغير أو في كبير يغير لكن بغير السواد. نعم. ولا أنا واحد يبي يشيبه صغير ما ظهر، لكن يمكن هو ما وده بالكبر ويقول أنا صغير. الشيب أعرف منك ما. نعم. نعم تفضل يا شيخ. احنا كمجموعه شباب طبعا بعد ان شاء الله ما نرجع. نعم. احنا كمجموعه شباب هنا ان شاء الله مبتعثين بعد ما نرجع. الله يحفظكم. الله يحفظنا، يحفظ دينكم ويحفظنا ويحفظك معنا. الله يحفظك. نعم. فلما نرجع الله يسلمك، فنكون في بدايتنا طبعا في العمل الوظيفي، ارجع الموضوع اللي هو الايجار منتهي بالتمليك. بدل ما اقعد مثلا طول عمري ادفع قيمه ايجار، وش يعني اذا كان فيها يسر للمسلم انه بعد 5 سنوات يكون استوفى قيمه البيت هذا يعود الملكيتي، احسن اني اقعد طول عمري ادفع في ايجارات ما يكفي الوقت اني بعد ما ابتعث واقضي وقت فتره زمنيه للدراسه اني امتلك بيت فتره زمنيه وجيزه. اشتري البيت بالاقساط يا اخي، بدل التاجير اشروا بالاقساط، ادفع كل سنه. هي نفس الفكره تقريبا. لا ما هي بفكره، لا هي نفس الفكره. اقول اشتري منك هالبيت على اقساط، كل سنه ادفع لك كذا وكذا. شراء، ما تقول تاجير، شراء مقسط. بس الاقساط يلزمك، يكون في تلزمك انك تدفع ولا تحاسب. لكن الايجار مثلا ما استطعت هذه السنه اني ادفع قيمه الايجار كامله، فممكن اطلع البيت اخر. لا ما تطلع، ما يدعونك تطلع، يلزمونك. نعم يلزمونك ويهدرون اللي دفعت كله، يصير لهم. اي نعم، هم متمكنين منك، الضرر عليك انت ما هو عليهم هم. نعم. سأل يا فضل الشيخ يسأل عن كيفية التعامل مع أصحاب الأهواء والمذاهب التعامل معهم في الدعوة إلى الله وبيان الحق لهم طيب، أما التعامل معهم بمعنى إقرارهم على ما هم عليه ومصاحبتهم وعلى ما هم عليه هذا لا يجوز، هذا من المداهنة. نعم. طيب. التعامل معهم في أمور الدنيا أيضا، التعامل معهم في أمور الدنيا، البيع والشراء، أمور الدنيا المباحة، البيع والشراء والتأجير ما في مانع. نعم. طيب سؤال إخوان تفضل. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، هل الشتاء أو البرد القارس من الضرورات التي تبيح للمرء الصلاة في البيت؟ المرء تبيح. نعم. للشخص الصلاة في بيته؟ أي نعم، إذا كان عليه ضرر إذا طلع للمسجد أنه يصاب بالبرد يصلي بالبيت، يصلي بالبيت.
ويبيح الجمع أيضا، يبيح للجماعة أنهم يجمعون بين المغرب والعشاء إذا كان برد شديد، هذا مما يبيح الجمع. نعم. طيب سؤال آخر لو سمحت، في بعض المناطق خصوصا في شمال أوروبا زي شمال السويد يكون فيها النهار أكثر من 20 ساعة والليل حوالي 4 ساعات. نعم. ففي رمضان هل يصومون 20 ساعة أو يقيسون على أقرب بلد؟ لا يصومون 20 ساعة ما دام فيه ليل ونهار، فإنهم يصومون النهار ويفطرون في الليل ولو كان الليل قصيرا، لأن في بعض البلاد الليل مقدار ما بين المغرب والعشاء فقط، الباقي كله نهار، فيصومون ما دام يقولون يتخلل بأربع وعشرين ساعة، يتخلل ليل ونهار فيصام الليل فيصام النهار ويفطر الليل ولو طال أحدهما عن الآخر. قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما إذا كان ما فيه ليل ونهار مثل بعض الجهات القطبية يكون الليل 6 أشهر والنهار كذلك يكون 6 أشهر، فهذا يقدر بأقرب البلاد إليه، يقدر ليل ونهار خلال 24 ساعة بأقرب البلاد إليه. نعم. فيه فضل الشيخ سؤال يتعلق بسؤال الأخ، وهي قضية إن في بعض المناطق مثلا في أوروبا أو في أمريكا يكون مثلا المطر مستمر يعني غالب السنة. نعم. فهل هذا أيضا يبيح الجمع يا فضل الشيخ؟ يبيح الجمع إذا كان في الخروج ضرر على الناس أثناء المطر أو البرد الشديد ولو كان طويل الأجل. نعم. يجمعون، هذا دفع للضرر عنهم، بل هذا أولى بالرخصة من المطر العارض أو برد العارض، هذا أولى بالرخصة لأن المشقة أكثر. نعم. مثل المسافر اللي تردد، صاحب التكسي أو صاحب اللي تردد بثلي في الطريق، هذا أولى بالرخصة من اللي ما يسافر بالسنة إلا مرة لأن الضرر عليه أكثر. نعم. أحسنت. سائل يسأل يقول فضل الشيخ هناك قانون يعتبر أو يعتبر المتخلف عن سداد التأمين عن السيارة أو البيت، هل يلتزم المبتعث بهذه القوانين؟ قلنا إذا كان مجبر على التأمين يأمن، ولكن ما يأخذ من الشركة إلا قدر ما دفع، أو يترك الأخذ منها نهائيا ويقوم هو بما يلزمه ويخلف الله عليه، لكن يدفع التأمين من باب الإكراه فقط، ولا هو ما يستغله ولا يستثمره لأنه حرام. نعم. لكن يدفعه لهم من باب الإكراه لأنه ما يتمكن من مصالحه إلا إذا دفعه. نعم. هم ما يجبرونك يقولون تعال خذ، إلا طلبته أنت، أنت لا تطالبه، متركهم لأنه حرام. نعم. تفضل شيخ. السلام عليكم. السلام. استمعت في بداية المحاضرة لبعض الفرق اللي ممكن يتعرض لها المبتعث في بعض المراكز الإسلامية. نعم. وقولكم سماحة الشيخ أن إذا كانوا على عقائد كفرية وعندهم بدع أنه لا تجوز الصلاة معهم. نعم. وقد قرأت لكم في أوراق مصورة من كتاب، ولا أدري هل هي صحيحة أو لا، وأنا أسأل الآن. نعم. كلام قوي جدا في الأشاعرة، وأنا أعرف بعض الأشاعرة وأعرف من حالهم أنهم فقط عندهم بعض التأويل اللي اجتهدوا وربما أخطأوا في تنزيه الرب جل وعلا في بعض الأسماء والصفات. هل هذا الكلام صحيح اللي قرأته لكم في أوراق مصورة عن كتاب قال لي من جاء بها أنها من كتاب الشيخ صالح؟ وش اللي قرأت؟ قرأت أنهم أن من قال بهذا أنهم شر من اليهود والنصارى أو شر من النصارى أو شر من مشركي قريش. يعني الجهمية؟ لا، الأشاعرة. لا، ما الأشاعرة هم أقرب الفرق إلى أهل السنة ولا يكفرون، ما هم كفار. ليسوا كفارا، عندهم تأويل. الحمد لله، عندهم تأويل وليسوا كفارا، وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة كما لأنهم يثبتون بعض الصفات، يثبتون 7 صفات أو 14 صفة من صفات الله، فهم أقرب إلى أهل السنة وليسوا كفارا. وتجوز الصلاة إلا من عرف الحق منهم وخالف، أما من كان مقلدا أو مجتهدا وأخطأ فهذا يضلل، يقال ضال لكنه لا يكفر،
نعم تجوز الصلاة خلف من يصلي بنا. نعم تجوز الصلاة ما داموا يصلون على الصفة الشرعية، ومجرد كونهم أشاعرة إن وجدت غيرهم أحسن منهم لا تصلي معهم، وإن ما وجدت إلا هم ودار الأمر بين كونك تصلي منفرد ولا تصلي معهم صلي معهم. نعم لكن ما قلتم يا شيخ أنهم شر من النصارى أو من مشرك قريش؟ هذا يحتاج إلى أن يقرأ الأوراق وشوف سياق الكلام. نعم لازم سياق الكلام نشوف وش. نعم جزاكم الله خير. نعم فلو كانت معك الأوراق نشوفها كان طيب. نعم تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. من الشبه التي تطرح في المراكز الإسلامية الغربية هي الدعوة إلى التقارب بين الفرق الإسلامية، وهذا يسمع كثيرا حيث أني استمعت يعني لأكثر من شخص ممن يقود هذه المراكز الدعوة إلى هذه أو إلى هذا التقارب الجمع بين الفرق الإسلامية حتى لو كانت هذه الفرق يغلب عليها أو ربما تخرج من دائرة الإسلام. وليس الأمر مقصورا على هذا فقط، بل الدعوة كذلك إلى تقارب الأديان، لا سيما يا شيخ إذا كان يعني مثل هذه الدعوات أنها تعتمد على فتاوى ممن يعني الآن يسمون بعلامة العصر، بل بعضهم أفتى يعني بأن اليهود والنصارى هم إخوان وأنهم مؤمنون بوجه ما. فهذه يا شيخ يعني قضية نود أنك يعني تطرح الحديث حولها. والأمر الآخر لماذا لا يكون من قبلكم يا شيخ بحكم أنكم عضو في اللجنة الدائمة يعني بيان واضح في هذه القضايا، وربما يعني صدر أنا الحقيقة ما أدري يعني علمي في هذا ضئيل، لكن لو أكد عليه في هذا الوقت بالذات بحكم أن الآن مطروحة بشكل أوسع وشكل واضح. أحسنت جزاك الله خير. هذا صحيح أن فيه دعوة إلى التقارب بين الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام، ومعنى هذا الاعتراف باليهودية أن حق وأن النصرانية حق بما فيها من كفر وتثليث ودعاء واعتقاد بنوة المسيح أنه ابن الله، ويقولون لا هو دين صحيح ومثل دين الإسلام، كلها ديان حق يجب أنها تتقارب وتتآخى، هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. ما فيه دين إلا الإسلام، منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين صحيح ينجي من النار إلا الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الأديان فهو إما كفر من أصله وإما أنه نسخ بالإسلام والعمل بالناسخ دون العمل بالمنسوخ. فلا دين إلا دين الإسلام، ولا تقارب بين اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا كلام باطل. هذا يراد منه أنه يساوى بين اليهودية والنصرانية والإسلام، قال أنها سواء كلها صحيحة، هذا باطل، ما في صحيح إلا الإسلام، وما عداه فهو كفر لا يعمل به. وكذلك هناك دعوة للتقارب بين المذاهب والفرق الضالة أنها تتقارب وتسامح بعضها مع بعض ولو كان عند بعض الفرق كفريات وشركيات، هذا لا يجوز أيضا. ما فيه إلا فرقة أهل السنة والجماعة، من يريد الحق ويريد النجاة يصير مع أهل السنة والجماعة ولا نتقارب مع أهل البدع وأهل الضلال، لكن ندعوهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فلا فيه فرقة صحيحة وفرقة ناجية إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أهل السنة والجماعة. فإذا كانوا يريدون النجاة فليرجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، أما أنهم يقولون لا نبقى على مذهبنا ولو كان ضلال ولو كان كفر ونتقارب معكم، نقول لا، لا تقارب بيننا ولا مساومة على الدين، إما أن ترجعوا إلى الحق وإما أنكم أعداؤنا، لا بد من هذا. نعم في فضيلة الشيخ يعني سؤال أيضا لعله أيضا لم يطرح وإنما يتعلق في الله يحفظك في قضية الأعياد في البلاد الغربية، وهل يجوز للمسلم حضورها والمشاركة فيها أو تهنئة الكفار بها أو شيء من هذا؟ لا يجوز حضور أعياد الكفار ولا يجوز تهنئتهم فيها لأنها باطل،
الله جل وعلا يقول والذين لا يشهدون الزور، والزور هو أعياد الكفار، لا يشهدونها يعني لا يحضرونها، لأنك إذا حضرتها شجعتهم عليها وافقتهم عليها، وكذلك إذا هنأتهم بها أقررتهم عليها وشجعتهم عليها، تعاونت معهم على الباطل، فلا يجوز المشاركة في أعياد الكفار بأي وجه من الوجوه، لأنها أعياد باطلة، أعياد كفر. نعم. هل في سؤال يا أخوان؟ نعم. طيب سائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول في بعض السفريات تستغرق الرحلة 13 ساعة متواصلة، يقول فننطلق مثلا من هنا الساعة 12 ليلا ونصل إلى أمريكا الساعة 3 صباحا، نعم، أي قبل الفجر، فما الحكم؟ يصلون قبل الفجر هناك. أي نعم. يسأل عن الصلاة. أي نعم، هو لم يحدد حقيقة، لكن الصلاة يصلي في الطائرة، يصلي في الطائرة المغرب والعشاء يصليها في الطائرة، لكن يقول رايحين 12 من الليل. أي نعم، 12 من الليل. متى يصلون؟ الساعة 3 فجرا يقول، أو العصر. نعم، الساعة 3 مكاتب صباحا، الساعة 3 عصرا، يعني معناه يمر عليها الفجر وهو في الطائرة، يصلي في الطائرة، هذا يصلي في الطائرة. نعم، لأن العصر، لأن الفجر لا تجمع إلى غيرها، يصليها في وقتها قبل طلوع الشمس في وقتها في الطائرة، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. في السؤال يا إخوان، سأل يسأل فضيلة الشيخ عن حكم إسبال الثياب، ويقول لأنه ورد عن أبي بكر الصديق معنى الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن إزاري ينزل أو كما قال، فقال صلى الله عليه وسلم إنما قصدت يا أبا بكر ليس من باب الكبرياء والخيلاء أو كما قال. الإسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو ما نزل عن الكعبين فهو إسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وأما قول الرسول لأبي بكر، أبو بكر يقول أنه ينزل بدون اختياره، ينزل بدون اختياره، وإذا تنبه ارفعه، فهل يأثم على نزوله قبل أن يرفعه بدون اختياره؟ يقول لا ما يأثم، لأنه ما قصد هذا، ما قصد هذا. أما اللي يقول يتعمد يقول أنا ما فعلت كبر ويطول ثيابه يقول هذا ما هو بكبر، يقول هذا إسبال، هذا إسبال. إذا كان معه كبر فالأمر أشد، إذا كان إنه ما معه كبر كما تقول فهو إسبال، والإسبال حرام، فلا يجوز تعمد الإسبال. أما إنسان ينزل إزاره بدون اختياره ثم إذا تنبه رفعه، هذا لا يأثم على ما مضى لأنه بغير اختياره، أما لو خلاه يستمر يأثم. نعم. فيها فضيلة الشيخ أيضا سؤال آخر يتعلق في التشبه بالكفار، يعني فهل يعني التشبه بالكفار ضابطه ما كان من خصائصهم، ما نشاركهم فيما كان من خصائصهم من أمور دينهم أو عوائدهم الخاصة بهم، ما نتشبه بهم. أما ما كان مشتركا بينهم وبين غيرهم من الناس فهذا لا تشبه فيه، مثل أخذ الصناعات، مثل المراكب، السيارات والطائرة، هذه مشتركة، بل هي للمسلمين، لأن ما خلقه الله في هذا الكون فهو للمسلمين، يتعاونون به على طاعة الله، فالأصل أنها للمسلمين، فما كان مشتركا من المنافع والعادات والمآكل والمشارب فهذا ليس فيه تشبه، أما ما كان خاصا بهم فهذا هو الذي فيه التشبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. نعم. هل في سؤال يا إخوان؟ تفضل. فضيلة الشيخ، بالنسبة لسؤال الطائرة والمسافر، إذا كان يسافر إلى أمريكا مثلا، فإن الرحلة مثلا لو تغادر من هنا الساعة الواحدة يكون الواحدة من الليل ولا الواحدة من النهار؟ الواحدة ليلا. ليلا، نعم. فيكون بالتالي قد أدى طبعا صلاة العشاء، تستغرق الرحلة 13 ساعة، تستغرق الرحلة، السفر يستغرق إلى أمريكا تقريبا 13 ساعة ابتداء من الواحدة ليلا. نعم، فيصل هناك ويكون التوقيت في أمريكا البلد الذي وصل إليه يعني تقريبا دخلت أو دخل وقت صلاة الفجر، فخلال الرحلة بناء على أنه قد أدى صلاة العشاء في المملكة ووصل إلى هناك وقد دخل وقت صلاة الفجر، فهل يؤدي صلاة في
يعني وقت الرحلة، أم أنه يصل هناك فيؤدي صلاة الفجر؟ إن كان طلع عليه الفجر وهو في الطائرة يشوف الفجر وهو في الطائرة يصلي قبل طلوع الفجر. أما إذا كان ما شاف فجر ولا شاف صبح ونزل في مطار هناك وهو ما شاف صبح إلا بعد ما نزل طلع الصبح، يصلي الفجر هناك. يعني فبالتالي لن يؤدي إلا فريضة واحدة بناء على البلد الذي وصله. أي نعم إليه. أي نعم. شوف، إن كان طلع عليه الفجر وهو في الطائرة يشوف الفجر طلع، نعم، وهو يصلي بعد طلوع الفجر. إذا كان ما طلع فجر لا يزال في ليل فهو ما يصلي حتى يطلع الفجر بعد نزوله في المطر. نعم. حسنت. في السؤال يا إخوان؟ تفضل. هل في سؤال يا إخوان؟ السلام. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، سؤال الأخ اللي قبل شوية، إذا صلى العشاء في الرياض وأقلع الساعة الواحدة، نعم، طائرة تستغرق 13 ساعة، فهو زميلنا يسأل يقول أنه ما يصلي بعد هذا العشاء، بعد صلاة العشاء، إلا صلاة الفجر التي في أمريكا. أي نعم. لكن في الجو لا يصلي الظهر والعصر والمغرب؟ هو وصل صلاة العصر. هو وصل صلاة العصر. لا، وصل إلى أمريكا ووقت الوقت الذي وصل في أمريكا وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر. إذن ما مر عليه إلا الفجر، لأنه طائر وحده من الليل هنا، واستمر الليل معه لأنه لاحد الليل هو. أي نعم، هذا استمر الليل معه. إن طلع عليه الفجر وهو في الطائرة يصلي الفجر، إما طلع فهو يصلي إذا هبط في المطار، لأن ما مر عليه إلا صلاة واحدة فقط. السفر إلى أمريكا في الليل، يعني الرحلات غالبة في الليل. في الليل، وهو يلاحق الليل، يلاحق الليل لأنه راحل للغرب. نعم. فهو ما يزال في ليل. نعم. في شيء آخر شيخ، بالنسبة للزواج العرفي اللي سألوا عنها في بداية المحاضرة الزملاء، أظن من أحد أركانه الرئيسية عند عدم معرفة الولي في هذا الموضوع. لا بد من الولي، ما يصح العقد إلا بولي وشاهدين ورضا الزوجين أحدهما بالآخر. الذي أعرفه وسألت بعض الزملاء الأخوة المصريين الموجودين هنا لأنه منتشر في مصر، يقول المشهور أنه لا يسجل ولا والولي لا يكون مستشار في هذا الموضوع. هو إذا توفرت شروطه فهو من حيث الشرع صحيح، لكن من حيث نظام الدولة هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. الدولة تجري عليه المطلوب ويعقد عقد ثاني، ما في مانع يعقد عقد ثاني، ما في مانع يعقد على النظام، على نظام الدولة عقد ثاني هذا، وتجرى عليه الإجراءات النظامية. نعم. لكن ما يمنع أنه في الأصل صحيح، لو جامعها بموجب العقد الأول صير صحيح لأنها زوجته، ما يقال هذا زاني. العقد صحيح حتى بدون موافقة الولي؟ سبحان الله. أقول لابد من الولي، لابد من رضا الولي. إذا ما رضي الولي معناه ما صح، تخلف شرط. نعم. أي نعم. سؤال آخر يا شيخ. نعم. بالنسبة في حالة المطر. أه؟ في حالة المطر وكون الإنسان يصلي منفرد في بيته بسبب عدم وجود مسجد قريب منه. أي نعم. هل يجوز مثل هذه الحالة جمع صلاة العشاء مع المغرب أو الظهر مع العصر؟ إذا كان يصلي ببيته فليس بحاجة إلى الجمع، الجمع هو عند الخروج وتعرض للمطر والبرد. أما إذا كان يبي يصلي ببيته يصلي كل صلاة في وقتها وليس بحاجة إلى الجمع. وإن كان بعض الفقهاء يقول يجوز له الجمع ولو صلى في بيته، لكن الصحيح أنه ما له داعي يجمعه في بيته ولا هو بطالع يصلي. والأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، قوله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو ما له داعي للجمع فيصلي كل صلاة في وقتها بناء على الأصل الشرعي. نعم. في السؤال يا إخوان، تعلم إن شاء الله انتهوا. طيب. في السؤال يا شيخ، احنا ما نغصبهم على السؤال كيف؟ فيها فضيلة الشيخ أسئلة الأخ يقول أرغب من فضيلتكم إعطاءنا نبذة عن الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية. هذه كلمة ما هي صحيحة، ثوابت ومتغيرات. الشريعة كلها ثوابت ما فيها متغيرات، هذا من كلام الجهال أو من كلام الناس اللي يريدون
تخلص من الشرع. الشرع كله ثوابت، الشرع ما يتغير في نفسه من أول ما أنزله الله إلى أن تقوم الساعة، كله ثوابت. لكن اجتهادات العلماء قد تختلف نظرا للظروف أو نظرا لأن العالم تبين له ما لم يتبين له من قبل، يتغير الاجتهاد. عمر رضي الله عنه اجتهد اجتهادين في قضية المشركة في الفرائض، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فاجتهاد الشخص هو اللي تغير، وأما نفس الشرع هو ما يتغير، كله ثوابت. ينبغي نعرف هذا. وهالكلمة ثوابت والمتغيرات هذا كلام باطل، الشرع كله ثوابت ما في متغيرات. ولا ينسخ شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينسخ شيء من الشرع. النسخ كان في حياة الرسول، يمكن أن الله ينسخ بعض الأشياء ويستبدلها بما بشرع آخر، هذا يوم كان الرسول حي. أما بعد وفاة الرسول كله ثوابت ما في نسخ. نعم. وهذا شيخ الآن ما يقال الدين أصول وقشور، وأنكم تركزون على القشور. قشور هذه ردة، اللي يقول نعم. أن الدين فيه قشور نعم. هذه ردة عن الإسلام، الدين ما فيه قشور. نعم. يقول السائل، هل الزوجة ملزمة بالسفر مع زوجها المبتعث؟ ما هي ملزمة، ما هي ملزمة، لكن إن كان زوجها يحتاج إليها في سفرها معه مصلحة لإعفافه وصيانته، وهي ما عليها خطر تكون ملتزمة وزوجها يحافظ عليها، والغالب أن هناك جاليات إسلامية وهناك طلاب معهم عوائل وتكون معهم، فإن شاء الله لا بأس بهذا. نعم. السؤال يقول، هل الشخص الكتابي والشخص اللاديني الملحد في الرتبة سواء من حيث التعامل؟ حيث التعامل الدنيوي لا فرق بين كتابي وغيره، نتعامل معهم في أمور الدنيا، نبيع ونشري معهم ونستورد منهم، ما في مانع، سواء كانوا يهودا أو غير يهود، أو كانوا مشركين أو وثنيين، التعامل الدنيوي لا بأس، بيع والشراء وتعلم الخبرات منهم ما في بأس، مصالح الدنيوية. أما من حيث الدين لا شك أن أهل الكتاب أخف كفرا من الوثنيين ومن الدهريين، أخف كفر، ولذلك خصهم الإسلام بأحكام بعقد الذمة وجواز التزوج منهم وأكل ذبائحهم، خصهم بهذا دون غيرهم، فهم أخف كفرا من الوثنيين ومن المشركين، لأن الوثنيين والمشركين لا يؤمنون لا يؤمنون بدين سماوي ولا يؤمنون برسول، فهؤلاء أخف كفرا منهم من هذه الناحية. ومن ناحية ثانية اليهود والنصارى أغلظ كفرا من الوثنيين، لأن اليهود والنصارى عندهم علم ولم يعملوا به، عصوا الله على بصيرة، والوثنيون جهال في الغالب، فهم أغلظ كفر من اليهود والنصارى من هذه أغلظ كفر من الوثنيين من هذه الناحية. فكل منهم عنده نوع ليس عند الآخر من الكفر، وبالجملة هم كلهم كفار، يعني كل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فهو كافر، يهودي أو نصراني أو وثني أو غيره. نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول، ما حكم تبادل الملبوسات من الذهب بين الأخوات؟ فبعض النساء بعد أن تستخدم الذهب ويتكرر منها لبسه فإنها ترغب باستبداله مع بعض قريباتها. ما يجوز إلا إذا كان الوزن سواء، لازم يكون الوزن الذهبين سواء، ما فيه زيادة، إن كان فيه زيادة فهو ربا. نعم.